السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أخواتي، مرحبا وأهلا وسهلا من جديد في قناة توزروس. اليوم سنتحدث عن البيبينو أو الإجاص البطيخ. البيبينو هذا هو الموجود في الصورة هذا. هذه هي فاكهة، هذه الفاكهة هي من نفس فصيلة الطماطم، تنتج حسب البلد وحسب المناخ، وغالبا ما تزرع من مارس إلى ماي، من شهر مارس إلى شهر ماي، وغالبا كذلك ما تنتج من شهر أوت إلى شهر أكتوبر، لكن حسب المناطق، يعني أعتقد أن في المناطق العربية ممكن أن تنتج، تبدأ عملية الإنتاج البيبينو، ويبدأ عملية الإنتاج قبل شهر أوت، لأن الطقس بهذه المناطق هو أشد حرارة من الطقس بمناطق أخرى في العالم، لذلك أعتقد أنها تنتج قبل شهر أوت. البيبينو أو الإجاص البطيخ هي فاكهة، أصلها الأصيل، أصل هذه الفاكهة هو من أمريكا الجنوبية، أمريكا الجنوبية، وممكن أن نسميها أمريكا اللاتينية، ثم انتقلت فيما بعد زراعتها حينما احتلت تلك المناطق من إسبانيا، من الإسبان، انتقلت زراعتها في العديد من مناطق العالم، كأكثر مناطق حاليا تنتج البيبينو أو الإجاص البطيخ هي أستراليا ونيوزيلندا، أستراليا ونيوزيلندا، لكن حاليا بدأت تدخل هذه الفاكهة في بعض البلدان الأخرى مثل إيطاليا وفرنسا، لكن الطقس الموجود بهذه البلدان لا يتلائم والبيبينو لأنها لا تحب البرد الشديد. البيبينو أو الإجاص البطيخ هي لا تحب البرد الشديد، لذلك أعتقد اعتقادا يكاد يكون جازم أن البيبينو أو الإجاص البطيخ ينجح في الدول العربية بصفة مهولة، لكن ممكن ثمة من جرب، لكن موجود حسب ما أعتقد في سوريا، وموجود كذلك شخص مؤخرا بالجزائر، لكن ليست مزروعة بكثرة في البلدان العربية، ونعتقد أنها تنجح. طعم هذه الفاكهة يشبه، هي تسمى الإجاص البطيخ لأنهم يقولون أن طعمها يشبه الإجاص والبطيخ في نفس الوقت، لكني أنا شخصيا أعتقد أن طعمها يشبه أكثر البطيخ، النوع من البطيخ، البطيخ الصغير، ذلك البطيخ البيوت المكيفة، والفقوس في نفس الوقت، البطيخ والفقوس. هذه الفاكهة يمكن أن يصل حجمها أو وزنها إلى حوالي 600 غرام، ثم من يقول يصل إلى 1 كيلوغرام، أنا أعتقد أنها تصل إلى 600 غرام، 700 غرام أكثر شيء. الإجاص البطيخ تزرع مثل الطماطم بالضبط، هي تشبه الطماطم، النبتة تشبه الطماطم بالضبط، تزرع مثل الطماطم، لكن إنتاجها يحتاج إلى الذكر والأنثى، ليس معناها يحتاج إلى تلقيح، هناك نبتة ذكر ونبتة أنثى. ممكن أن نقرأ بعض، أن نترجم بعض ما هو مكتوب في هذا الباكج. هم يقولون أنها شجرة موسمية، أو أي أنها تنتج سنة فقط، لا يمكن أن تنتج سنة إلا بعد، لكن ثم من نجح في استنبات هذه النبتة عن طريق العقل، بمعنى في شهر أكتوبر أخذ عقل هذه النبتة وتركها في منطقة محمية من البرد والصقيع، ثم في العام المقبل تبارك الله أنتجت ونجحت. يمكن إكثار هذه النبتة حسب ما نعلم بالبذور ثم أو بالعقل، هناك طريقتين لإكثارها. يقول هنا يجب أن تكون المسافة بين النبتة والأخرى هو 60 سنتيمتر على الأقل، ويقول أنها
يبدأ الإنتاج من شهر أوت إلى شهر أكتوبر، لكن أنا أعتقد في الدول العربية يبدأ الإنتاج قبل ذلك بكثير، لأن الطقس في الدول العربية الطقس فيه الحرارة مرتفعة، لذلك يبدأ قبل ذلك بكثير. ويقول كذلك يمكن أن نبدأ في زراعتها انطلاقا من 20 درجة في بعض الأواني البلاستيكية وكذلك في البيوت المكيفة. يقول استهلاكها يكون حينما تنضج، ويمكن أن ننزع القشرة كما يمكن أن تأكل بالقشرة، ويمكن طبخها كما يمكن أن نأكلها هكذا. هذه هي الإجازة البطيخ. أنا أحاول هذه السنة إن شاء الله زرع كمية من الإجازة البطيخ، و سأحاول إن شاء الله في المستقبل تصوير النباتات أو الشتلات التي سأقوم بزراعتها للاستفادة. نرجو هذا في كل ما يخص نبتة الإجاص البطيخ التي يبحث عليها الكثيرون وسألني عليها الكثيرون. المشكلة بذورها غالية بعض الشيء، هناك ممكن بذورها غالية بعض الشيء حينما تشتريها من جهة معنى رسمية، فهمتني؟ لأنها بمعنى ممكن هذا الباكج به 10 بذور فقط، ويصل ثمنه إلى حوالي 6 يورو أو 7 يورو. لكن إن شاء الله سأحاول هذه السنة أن أكثر منها، وأحاول أن يكون لدينا كمية من هذه البذور إن شاء الله لكل راغب في الموسم القادم إن شاء الله. هذا كل ما يخص إخوتي أخواتي فاكهة الإجاص البطيخ. كالعادة لا تنسوا الاشتراك بالصفحة، ولا تنسوا عمل لايك، في انتظار تعليقاتكم وفي انتظار تساؤلاتكم أسفل الصفحة، أسفل الفيديو. وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.